بجنة العريف، هذا المكان المخصص للقاء الأخوية التابع للزاوية العلوية بمستغانم، حطت كتيبة طلبة الإعلام قادمة من جامعة عبد الحميد بن باديس في خرجة علمية تهدف إلى تعزيز حركية النشاطات التطبيقية والخرجات الميدانية. فكانت وجهتهم المطبعة العلوية الأولى والأقدم بالمدينة، والتي تعود إلى سنة 24900 ميلادي، أين امتلكها الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي، وهو ما تنتسب إليه الطريقة العلوية، لينشر ومن خلفه خطاب وأفكار الزاوية من خلال مجموعة من الجرائد والكتب والمؤلفات الأخرى. حاولنا من خلال هذه الزيارة أن نقدم معلومات، ويقدمها طبعا مسؤول المتحف ومسؤول المكتبة وحتى أستاذنا الدكتور عبيب عمامة، حول الخلفية التاريخية للصحافة الأهلية في الجزائر، حتى ربما إبان الحقبة الاستعمارية ودور النخب في ربما تأسيس هذه المنابر الإعلامية اللي كان عندها دور طبعا وطني وتاريخي وإعلامي، وبالتالي الطلبة ربما تعرفوا على هذه الخلفية التاريخية، على هذه الممارسات أيضا الإعلامية اللي كانت موجودة في البداية منذ ظهور ربما العديد من الصحف. تكلمنا على صحيفة البلاغ، تكلمنا على صحيفة المرشد، حتى بعض الصحف اللي كانت ربما لسان حال العديد من الجمعيات العريقة على مستوى الوطن. وبالتالي هذه الزيارة يعني زيارة عندها أهداف يعني علمية ومهنية وإعلامية بالدرجة الأولى. بالنسبة للتنظيم، أكيد ربما لطلبة طلبة الإعلام اعتادوا على أنهم دائما في أي خرجة، ربما هذه خرجة ثانية، أنهم يكون عندهم تركيز على أن هذه التظاهرات التي تنظم عندها علاقة بالممارسة. أستاذ، بالنسبة قلت أنها الخرجة الثانية لكم في هذا الموسم، كيف رأيتم تجاوب الطلبة مع هذه الخرجة؟ يعني حقيقة بمجرد أنه اقترحنا الفكرة، وأستاذ الدكتور العربي في الحقيقة بهمامة يعني رئيس القسم يعني أيضا رافع على ضرورة أنه تكون في خرجات لطلبة الاتصال وحتى الإعلام، يعني لقيت تفاعل كبير من الطلبة، حضروا سجلوا دونوا معلومات، شاركوا طرحوا أسئلة، حاولوا أيضا يكتشفوا المكان، يعني المكان عنده واحد البعد جمالي فني أيضا طبيعي كما ترين حياة، يعني فيه تفاعل قوي يعني، وهذا يخليني ربما دائما نقول أنه طلبة الإعلام الحمد لله بعد ظرف وجيز فقط وقت قصير جدا أصبحت لديهم الملكة الصحفية والملكة الإعلامية، وأصبحت لديهم طاقات، وأيضا ما ننساش أنه المناخ يساعد على أنهم ينشطوا لأنه فيه دعم وفيه تحفيز. كون ما يكونش كاين هذا الدعم والتحفيز أكيد يكون كاين الروتين والفراغ، وبالتالي الطالب لا يجد أي أفق وأي متنفس لربما يفجر طاقته ومواهبه، ربما خاصة في المجال الإعلامي. ليس ببعيد عن نشاط الطباعة، قام الطلبة بالاطلاع على المكتبة العلوية التي تحمل عصارة الإنتاج الفكري والأدبي للزاوية، كما حظيوا بجولة استكشافية لمختلف المعدات والآلات البدائية التي استعملت من طرف العلويين وبقيت كشواهد حفظت وزينت برفوف متحف مصغر جمع بين المنتوج العلمي الفكري والديني. تصحبه صور تحاكي عراقة المدينة وأصالة عمرانها القديم، ومساحة مخصصة لجملة من الشهادات والأدرعة التي تمجد لإنجازات العلويين في تكريس قيم العيش بسلام. تم زيارة المطبعة العلوية اللي كانت بداية القرن التاسع عشر، وأهمية هذه المطبعة في المنطقة وفي الجهة وفي الجزائر، بحيث كانت أولى نشاطها إصدار الصحافة آنذاك، الصحافة المكتوبة، وحتى يتعرف الطلاب عن كثب وعن قرب أهمية هذه الصحافة ونشاطها وأهم إصداراتها في تلك الآونة، ومن هم الرجالات الذين كانوا على رأس هذه المؤسسات الإعلامية العتيقة آنذاك، وحتى نعطي المرجعية التاريخية لهذه المدينة وأهميتها آنذاك وأهمية نخبها في إبراز الموروث الثقافي والاجتماعي والسياسي للجزائر آنذاك. مع نهاية الزيارة الاستكشافية صحب الطلبة لفسحة استجمام ببهو الحدائق، أين ترسم الطبيعة تفاصيل الإتقان بمساحاتها الخضراء، ويختم بعدها هذا النشاط بتوقيع للمسؤولين عن الخرجة بالسجل الذهبي للزاوية العلوية.